اقدمي يا بنت سالم بنت وافين الخصايل وارحبي ثم ارحبي يا بنت زبنين الونية يا عقب سأسأل سالم مروية تحد بالصقايل روس قوم لن تخاف وردة وعلى حوض المنية اقدمي يا بنت سالم بنت وافينا الخصايل وارحبي ثم ارحبي يا بنت زبنينا الونية يا عقب سسال سالم مروية تحب السقايل روس قوم لن تخور دو على حوض المنية يما نايم طبي المدار من بنا نصايل وانت يلي غصب عنهم تاخذين الاولية وانت يلي غصب عنهم تاخذين الاولية بالقوافي والمثايل والقصيدة بشنبيه واللحون السامرية ارقصي ثم انقضي من بينهن شقرا الجدايل والقصيدة باسمك هي حسب الحروف الابجدية ابكي انت من طحاطيح المطران الحمايل فعلهم وامجادهم من يوم عصر الجاهلية فعلهم وامجادهم من يوم عصر الجاهلية اقدمي اقدمي يا بنت سالم بنت وافينا الخصايل وارحبي ثم ارحبي يا بنت زبنينا الونية اقدمي اقدمي يا بنت سالم بنت وافينا الخصايل وارحبي ثم ارحبي يا بنت زبنينا الونية يا عقب سسال سالم مروية تحب الصقايل روس قوم لن تخور دو على حوض المنية يما نايف طبي الميدان من بين الاصايل وانت يلي غصب عنهم تاخذين الأولية وانت اللي غصب عنهم تاخذين الأولية.